السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة العيدية للطبخ والحلويات. اليوم إن شاء الله غنشوفوا طريقة جديدة كيفاش نحضروا المسمن ونحتفظوا به لمدة أطول. بالنسبة للمسمن اللي كنبغيو نحافظوا عليه، يعني كتكون عندنا كمية كثيرة، خصوصا اللي كانت في المناسبات، ولا بالنسبة للناس اللي كيكونوا متكلفين بالحفلات، يعني كتكون مطلوب واحد 500 بياسة، واحد 500 600. يعني هذه هي الطريقة اللي غنوريكم ان شاء الله حصرية على القناة العيدية للطبخ والحلويات. كنديروا له هكا، كنجمدوه، من بعد كنعاودو نجمعوه، يعني كنجمعوه، غنوريكم كيفاش نحتفظوا به بعدة طرق ان شاء الله. دابا انا درت له هكا، غندخلو المجمد. انا غنوريكم، ما نتسناوش الاقوى حتى يجمد لينا. عندي شوف كيفاش ولا بهذه الطريقه، هذه كنجمعو، كيمكن لينا نجمعوهم بحال الشكل هانتوما. كيما الاغلاق ديالها مزيان، هادو كيكون خاص بالمبرد، كتشوفو العين كيلصق ما والو. كنخليو يمكن لينا نحتفظو بيه لمدة شهر بهاد الطريقة. ملي كنبغيو نوريكم، نقوليكم التوقيت ديال كل نوع ديال المسمن شحال خصو يخرج من التلاجة قبل ما نبغيو نطيبوه. كنحطو الاغلاق ديالها، كنديرو لي بواط لي كيتسدو مزيان ميدخلش ليهم البرد، يمكن لينا كيما قلنا نحتفظو بيه لمدة شهر أو أكثر. بالنسبة للتوقيت ديال هاد المسمن كنخرجوه من الفريغو، إلا كان عندنا مدة شهر كنخرجوه بواحد تلت ساعة على حسب درجة الحرارة اللي عندنا في المنزل ولا في المطبخ. كنخرجوه كنعاودو نديرو ليه بهاد الطريقة هادي، كنستفوه كنخرجوه بحال هكاك على حسب العدد اللي بغينا نطيبو. كنحطوهم، كنحاولو نخليو واحد الفراغات بيناتهم باش ما يلتصقش لينا ملي كيديكونجلا. كنحطوه بهذه الطريقة هذه حتى كي يذوب لينا من الثلج اللي فيه، وديك الساعه كنحضروه. كنحطوه بهذه الطريقه هذه لمده ثلث ساعه، هذيك الساعه كيمكن يوجد لينا الطهي. بالنسبه لينا ديال الخليع، بحكم كيكون فيه الشحمه يعني كياخذ لينا مده اطول، يعني 25 دقيقه كيكون عندنا انا كيجهز. بالنسبه للملوي كذلك مثال، الملوي بالنسبه لي عادي كياخذ لينا 25 دقيقه، بالنسبه فيه الخليع كياخذ لينا حتى ديك 30 دقيقه على حسب درجه، كيف سبق لي ذكرت درجه الحراره ديال المطبخ اللي عندنا ملي كيكون الجو شويه بارد. انا غندير معكم واحد التجربه وتشوفوا كيفاش. هانتوما هيا، دابا يعني خدا لينا درجة الحرارة عادية، يمكن لينا دابا نوجدوه. هنا كتشوفو المسمن عندنا من بعد ما ديكونجلا وجد للطياب كيف كتشوفو هنايا. كنتمنى إلى عجبكم هذا الفيديو واستفدتو منه، ما تنسوش ديرو لايك وتنضمو للقناة.